اتفضل محمد. قوات الجيش تالت فين فيما يحدث حاليا؟ قوات الجيش حاليا ما فيش اي تواجد لقوات الجيش في شارع الجيش، لان ده شارع الجيش ده اللي ماسك محافظه الصعيد من اولها لاخرها، ما فيش اي تواجد شارع الجيش للجيش نهائيا. الجيش متمركز فقط عند ديوان عام المحافظه، بيامن ديوان عام المحافظه ومديريه الامن وجهاز امن الامن الوطني. يعني الحاله كذا تشبه تماما حاله يوم 28 يناير. بالظبط بالظبط، هي حاله 28 مثلا، ما فيش اي تواجد امن نهائي. طيب الشرطة في الاسم بنحذر من دلوقتي، لو الوضع مش لغايه كده ممكن نلاقي تعدى على ممتلكات خاصه ثانيه. يعني حتى الان يا محمد ما فيش اي اعتداءات على ممتلكات ما فيش بلطجه على الاهالي؟ ما فيش، بس احنا بنحذر. طيب فيما يتعلق باسم الأربعين، الشرطه كان في اي مقاومه من ناحيتها تجاه المقتحمين؟ احنا دلوقتي احنا على كلام شهود العيان ان في مشاكل، احنا رايحين عشان نلاقي الحاله الواقعيه وهنصور كل حاجه، بس على كلام شهود العيان ان في بعض الناس حذفت ازايز ملطوف، احنا رايحين نتاكد الموضوع ده لا يكون اي كلام مش صحيح. طيب يبقى اذا هيكون لنا اتصال اخر معاك محمد بعد قليل لنتاكد من حقيقه هذا الخبر او عدم حقيقته.